ذاكرة بالتأكيد تلك الأيام، لكن الآن المرور، لكن الآن العرضية رأسية يا رب. ريفاس مرت عدت بعد مهارة، بعد مرور، بعد عرضية من مختار. الله على الكرة عدت يا فواز. شوف مختار فلاته، شوف المعنويات مختار اللي كان واحد من اللاعبين اللي شاركوا في بطولة كأس الخليج. خبرة ليوناردو مهارته تقدم إضافة كبيرة جدا للنصر. كرة طويلة خطيرة، روني فرنانديز يلعب كرة، حلوة اللقطة الأخيرة من عبد الله سالم، لكنها مرت بمحاناة القائم. شوفها، خطأ دفاعي كبير جدا، شارخ دفاعي نصراوي، سالم خطف الكرة لكن لعبها وعدت بمحاناة القائم. عادت لأميسي يمرر بكرة، جهاد الحسين خطيرة تعاونية وأمام المرمى. أوه، ضاعت كرة جهاد، مرت إلى ركلة زاوية على يمين متعب شرحيلي، كانت قريبة. وبعد ذلك للمنافسين بالنسبة لفريق الهلال، أمن الهلال يتمسك ويبتعد ويستمر بالفارق. الأهلي فاز بالأمس بالخمسة، لكن عكاش يهرب بلان، عكاش يتقدم بلان، عكاش يضرب بلان، مستحيل ينجح فريق. كرة بترجع، كرة بتصل، وصلت إلى فهد المولد، تهديد أول، كرة عرضية لكن مقطوعة. يا رباه، عكاش يؤدر كرة أولى في المباراة، هدف محقق. الغامدي لعبها، كهربا مشاها، فهد عرضها، الكرة مرة أخرى، هذه الكرة مستحيل. شوف الصناعة، شوف الكرة، هذه الأولى، هذا جعفري، هذا جعفري، الله الله على قطع الكرة. تأخر عكاشي، ماذا تنتظر أنت أمام المرمى؟ شوف الثانية، شوف اللمسة الغامدي، كهربا، شوف الرباعي، شوف الرباعي، الله على البريك. الحبسي بعد ذلك يتصدى، البريك وقفها، وبعد ذلك الحبسي، لكن ثلاث فرص في دقيقة. فهد الأنصاري يتقدم، يرسل الكرة باتجاه الغامدي، نقلات اتحادية في نص الملعب، محاولة البحث عن كرات عالية، البحث عن فهد ولا تحرك، فين ويفا الآن؟ شوف التحرك، شوف طلب الكرة، وصلت، الله عليك يا فين ويفا، الله على الأسس، الله على الصناعة، مستحيلة يا عكاشي. معاهم ولا عليهم، حدد موقفك بالضبط. شوف 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 اللمة، شوف النظرة، شوف فهد المولد، لا لا لا، كان هدف صنع في مانشستر، صنع في مانشستر، لكن عكاشي، عكاشي حقيقة لا أحد يتمنى من اللاعبين اليوم أن يكون في مكانه.